قصدي سعيد من فرنسا. هاد لا فيديو رانا دايرها على قبلك. ايوا انت قلت عزيز عليك مكناس وعزيز عليك طنجة وعزيز عليك المغرب، ودابا ملي جيت لمكناس قلت رانا مسقط الشارع فنان مسكين كي الفنان. احنا عندنا مساكن، انا ارتيست كي يقلب يحرك شوية الاقتصاد ديالو. دور الشباب مشدود، اذا مشيتي دابا دور الشباب غتلقى كلشي مشدود. مشدودة لان غادي يقول لك الاخر السيمانة الجمعة، والجمعة كلشي كيتخبع في الصلاة وما تقدرش تهضر معاه. الصلاة عنده كتبدا من 11 وكتسالي حتى النهار الاثنين في الصباح، وفي الصباح راه كتعرف كيجيك مغنزر مخسر وجهه لان ما حاملش. وهذا مشكلة، هذه والله مشكلة. اي بون ماشي انا مكناس هذه مدة ما جيت لهنايا، وصراحة جايباني الوالدة. الوالدة الوالدة توحشتك يا الوالدة. في الحقيقة مقصر في مع هاد الكوفيد دابا راه جاي في يد الله. حقيقة جيتي اوبليجي دو مونتير في الخرجة في المحطة ديال طنجة. كان البوليس تما، فين غادي الكادا عندك رخصة؟ ايه. انا في الحقيقة قلت ايه، ولكن انما الاعمال بالنيات. انا عندي رخصة الهية ماشي رخصة، اوبليغاسيون. يجي واحد غادي منعك وهذه راه هضرت عليها. سام في مال في الحقيقة انني نمشي عند المقدم باش نعمر ورقة من عنده ويقول لي انت ساكن في هذا الحي وانا عندي البطاقة الوطنية. وشنا هو غتعمر ورقة غتعطيها للقايد، القايد غيدوزها الباشا والباشوية باش كاملين تقول له غادي نمشي نشوف الوالدة. غادي الجواب ربما يصدمك، يقول لك انا بيدي ما شفتش الوالدة، وانت مسخوط الوالدين اصاحبي، انت ما شفتيهاش او ما بغيتيش تشوف هذاك شغلك. ولكن وشحال من واحد رفضت له. دونك انا ما في الحقيقه ما خديتش العناء ان نمشي عند المقدم، لان انا من الناس اللي في الحقيقه ماشي ضد القرارات اللي كتاخذها الدوله، ولكن خص تعديل ديال داك المنع التوتال. لا منوع صافي، لا من حقي هذا بالعكس هذا واجب عليا. هذا الموضوع هذا ما كان. هذه سيدي حمريه بحكم ان دوز جزء من فتره الشباب هنايا، صراحه كان جوغاف خيشي لا ميموار. انا دزت حدا ربما شفتو دوك التصاور ديال نا غادي نقطع روب اعرابي في باريس. علاش جيت هنايا؟ باش ناخذ الوسط ديال باش يبان واجهتي الشارع، لان في الحقيقه انا قلت لكم من البدايه هاد لا فيديو هي موجهه للاصدقاء في فرنسا وفي مناطق اخرى طبعا، ولكن
وعلى الخصوص واحد لو جروب في الفيس مسمي لو فون نوفوا بور شي حاجة لو ديفلوبمون دو مكناس ولا دونك كندير هاد لي فيديو كنبارطاجيهم معاهم على وعسى هاد المدينة هاد المارشي هذا المارشي سنترال قديم اللي كانوا لي فرونسي هنايا كنعقل في الباب كان هذوك اللي كيبيعوا الورد يعني كنا كنجيو لهنايا كالمارشي النصارى كنا باقيين صغار وفعلا كانوا لي فرونسي باقيين بزاف هنايا لان مدينه ربما كتعرفوا مدينه مكناس كانت مهمة بزاف للفرنسيين وكانت هذا المكان اللي أنا فيه هنا كانوا لي بار وبزاف كل شيء وذاك الشيء بدأ كينقرض شوية بشوية وهذا لو بغيتي تقول من سينما كاميرا حتى المارشي هنايا سي لو كور القديم ديال الحمرية ما دابا المدينة كبرت بزاف الو هنايا في هاد الجيره هو اوتيل الريف في الوقت ديالو كان شي حاجه كبيره باقي له اهميته هنايا مي ضروري اوتيلات اخرين وان كان السياحه في مدينه مكناس يمكننا نقولوا مع دابا تقريبا سي لو لا دوزيام اني دخلنا فيها والصيف ها هو مجيء والاقتصاد وكل الأنشطة المرتبطة بالخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي والأفراح والأعراس فريمون كلاود دق وصراحة ما عندي حتى واحد من افراد العائله ولا هذا ولكن عندي واحد الصديق اوكي دونك غادي نقطع للجهه الاخرى هذا جاي باركي قلت عنده اللي كيجلس يعاود لي على القطاع في الحقيقه راه يبكي اوكي الناس ومن هنا في الحقيقة انا كنعطي نصيحة لأي واحد بدا الحياة ديالو انه ما يتانجاجاش في الكريدي راه شحال من واحد كان مغرق هاد ديونات والمصير ديالو الله اعلم دابا انا ما كاينش فلوس مادام ما خدامش ما غاتخلص الكرا مادام ما خدامش ما غاتخلص طريطة الطوموبيل ما خدامش ما كانوا ولادك في البريفي غتردهم للبيبليك وهاد النقلة هادي راها كتصدم دراري صغار بون كي فيها شوية ديال الطبقية لأن كيعتبروا راسهم واحد الطبقة وبحال اللي كينتحروا بون أنا أنفاس معانا سي لانستيتي فرونسي دو ماروك دو مكناس في الحقيقة ماشي دو ماروك انستيتي فرونسي دو مكناس وهنا كتنتهي بون حمرية ودابا غادي ننزل فهاد فين كاين بالي دو لافوار هنا كانوا قصر المعرض هنا كانوا كيداروا المعارض ولكن دابا تطورت الامور شويش بحال دابا المعرض الفلاحي في البدو كان كيدار شي حاجه هنا صغيره هكا دابا لا المعرض الفلاحي ولا معرض دولي كبير من مستوى عالمي كتكون فيه العديد من الدول عارضه هذاك نقلوه لساري السواني المنطقه ديال ساري السواني
دونك اللي كيعقل على هذا قديم كانت كدير فيه بعض المعارض دابا والو سي والو لو في توتال. الو هنا كتبدا هذه العقبه بكابو بلو. واش كابو بلو ولا كاب بلو ولا المهم انا في الصغر باقا في الدين ديالي العقبه بكابو بلو. وهاد اللي من هاد الصور اللي كيبان هادي سي توجور لانستيتو فرونسي عنده واحد المساحه كبيره مقطعه هنايا وتحت منه كان دار يعني الغابة إلا ما خفت نكذب غابة الشباب. ولهاد الجهة عاود أغوش فين كاين هاد كي إف سي ماكدو هاد اللعيبات هادي عاود هي كانت غابة ولكن دخل لها المعمار بداو كياكلو شويه بشويه مشات راه كاين النوتيل كاين هادو لي بيس ديال مكناس. الو قلت هاد العقبه هذا هو ان شئنا واحد الحزام اللي كيفصل المدينه القديمه عن المدينه الجديده. اذا المدينه القديمه هي هذه اللي اون فاس كتبان معنا الصومعة هذيك ما غتكون شي ديال قبض السوق بروبابلومون تقدر تكون ديال اللاعودة الله أعلم ما نعرف. يلا صحوا لي مكنسة ايوا هنا دوك اللعيبة توينز والتاكوس و لي في بيتزا هات وكذا وداك دوك اللعيبة كلشي الموت رمضان جمعات بزاف ديال الحوايج دون بزاف الكوفيد حضر التجوال بون ما بعد في رمضان ما بعد الافطار رمضان ما كاينش بيان سور ما غادي يحلو شي في النهار وتجمعات هاد اللعيبات هادي وعطات هاد الحالة هادي وهادي في اعتقد في المغرب كاملة. دونك حتى لو ماكدو هو شاد كلشي شاد نو ماكوطو خدام لا 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 ما نعرف لا خدام راه هو كيسربي السيارة فحال واحد كنت جاي في التران وواحد لو جون لقيتهم كيناقشوا الموضوع ديال رمضان كاين الناس اللي ما كتصومش وبدا كيخسر الهضره و علاش انت لمن كتصوم واش كتصوم للبشر ولا كتصوم لراسك ولا الخالق تلبية أو باعتباره يعني من الأركان ديال الإسلام لا تسبو ما يسبك بغا ياكل الله يعاونو وانت حداك ربما كاين هنا بزاف ما كيصليو شي ما عجبوش الحال وتقلق غير هو مآمن بشي حاجة وهذا وحصة على القناعة بشي حويجات خصك حتى انت تكون في حالو وهذه ما شاء الله وصافي يعني صعيب ندخل لهذا الموضوع هذا لأن دائما كنقرب له وكنعاود نبعد منه سأفهم غلط يا كزدي حسن
كان اللي يقدر يفهمك غلط يقول هذا راه كاين شر الكفر وكاين شر الردة. اعوذ بالله. الدين ديالنا دين يسر، حنا كنبقاو كنبداو نقلبو نكومبليكيوه حتى كنردو فيه التطرف. اللي كيرجع فيه التطرف كيولي عندك مشكل مع واحد كان معاك البارح، راكم سمعتو بن تيمية وبن تميمية و يلا حنا دابا في بوع ماير، باب بوع ماير هو داك الباب اللي راه هو، وغادي نوقف التصوير هنايا لان في الحقيقه هذا هو الميضع اللي كيعجبني. اما ما تبقى كاين الفوق كاين الروامزين، وملي نوصل لهديم يمكن نعاود نصور شي بارتيه تما شي لعيبه تما. وكتشوفوا هاد المسافة كلها من المحطة القطار حتى للسباتة غنديرها اندندو على رجلي. علاش؟ كاين بزاف ديال العوامل، على رأسها أن النهار ديال الصيام ما كاين ما يدير. ثانيا كاين العامل ديال نجيبوا المغرب، باقي الوقت هي هادي شحال ما دوز هنا راه كنقرب من المغرب. ثالثا كنتذكر شي حويجات لان تركت كديرها بزاف ملي كنت كنطلع للسينما، كنت كندبر فليسات باش ندخل للسينما. و بيان سور ما عندكش باش تركب في الطاكسي ولا في البيس، كضربها كالراعيه كتفرج السينما كما كيقولوا في الشمال، عندهم جوج ديال الافلام طبعا وكانت لونتراكت بيناتهم. طنجة كيسميوها جوج طواجن، جوج طويجنات. الو غنتوقف هنايا واحد الاطلالة، هادي البداية من جاية الطاكسي، بداية دروامزين، وهادي كتدي بون كتدي حتى لفين كانوا لي سور مقبال، كتخرج في الا مشيتي غتلقى واحد الباب في لافان، سير ديريك تو دروا وغتلقى واحد الطريق، واحد الطريق كتخرج للجهه ديال بون واحد الركاد، ومن تما الباب بردعيين وسيدي بابا والشيخ الكمال يلا مي شيخ زامي علي سيدي سعيد بصحتك الفرجة، وعلى الله يفتحوا لنا هاد الحدود ويبعد منا هاد البخوش هذا، راه عرفتي كرفص المغاربه والله الا كرفصهم. ترى ماشي بارتو اقتصاد كلشي يلا ماشي غزامي تشاو.